الشبهة الثانية عسر، الشبهة الثانية. زكريا يرى قتل الغادرين الخائنين من بني قريظة إرهابا، فهل أمر الرب بإبادة 6 شعوب كاملة إرهاب ولا لا؟ في سفر التثنية صح 20 النص بيقول: وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما. شريعة التحريم في الكتاب المقدس معناها الإبادة الشاملة لكل مخلوق يدب على ظهر الأرض. نصوص مرعبة. ممكن القوم زكريا يقول لنا كيف يأمر إلهه بإبادة 6 شعوب كاملة عن بكرة أبيها بنسائها أطفالها؟ وهل ده عمل أخلاقي مبرر أم إرهاب وإجرام؟ أعزائي، سمعتم شبهة أبو عمر الباحث الثاني، لكن السؤال أبو عمر الباحث: هل تعرف سياق هذا الكلام؟ وهل تعرف لمن قيل ولماذا قيل؟ سوف أقرأ معك الآتي. يقول هنا في سفر التثنية صح 20، ماذا يقول؟ يقول: وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما، الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك. لماذا لا تكمل الكلام يا أبو عمر الباحث؟ لماذا لا تكمل الكلام؟ عدد 18: لكي لا يعلمونكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئوا إلى الرب إلهك. تخطئوا إلى الرب إلهكم. لماذا لم تقرأ هذا العدد يا أبو عمر الباحث؟ 1، 2: في كتاب الخروج والإصحاح 20 انظر ماذا يقول الرب: فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى أموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم. الرب هو الذي يبيدهم. فهل لك مشكلة مع الرب أن يبيد؟ هل لك مشكلة مع الرب أن يقتل؟ إن كان لك مشكلة فإنك لك مشكلة مع قرآنك، لأن قرآنك أيضا إلهك يأمر بالقتل. 1، 2: يكمل ويوضح لماذا هذا الأمر. لماذا هذا الأمر؟ لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم، بل تبيدهم وتكسر أنصابهم. لماذا يكمل ويقول: وتعبدون الرب إلهكم فيبارك خبزك وماءك وأزيل المرض من بينكم. إذن ركز هنا، يكمل في النهاية ويقول آتي: لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطئ إليه. يقول: إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخرا. إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخرا. فيا أبو عمر الباحث، هل أنت قد قرأت هذا الكلام؟ هل أنت قد بحثت في هذا الكلام؟ هل أدركت لماذا يقول الرب ما يقول؟ هو يريد أن يمنعهم بالاختلاط مع الأمم الأخرى حتى لا يتعلموا نجاساتهم ورجاساتهم ويعبدون آلهة مزيفة. فهذا هو سياق الكلام، وهذا الكلام قيل فقط في ذلك الوقت، فقط لذلك الوقت ولذلك الشعب. والسبب وضحناه للجميع أمام جميع الناس. أتمنى أنك عندما تطرح شبهة تبحث أولاً في الكتاب المقدس، لأنك لو كنت قد قرأت الكتاب المقدس يا أبو عمر الباحث لما أتيت بهذه الشبهات أبداً 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 أبداً.